إذن مشاهدينا الكرام، كان هذا المؤتمر الصحفي لوزير الخارجية السعودي والأمين العام لمجلس التعاون الخليجي في ختام القمة 41 التي عقدت في مدينة العلا السعودية. أكدت القمة على تعزيز التكامل العسكري بين دول المجلس، وبالتالي لمواجهة التحديات المستجدة انطلاقا من اتفاقية الدفاع المشترك. أيضا أكد بيان القمة على استمرار الخطوات وبين دول الخليج ومجموعة العشرين لمواجهة جائحة كورونا. أيضا استعرض القادة الجوانب الاقتصادية لدول مجلس التعاون الخليجي، وأيضا عنوان القمة كان طي صفحة الماضي بما يحفظ استقرار وأمن الخليج العربي. وأيضا أكدت القمة على تعزيز دور المجلس عبر تنسيق المواقف السياسية، وأيضا أكدوا على التعزيز العسكري. الاتفاق أيضا على عدم المساس بسيادة أي دولة أو تهديد أمنها. أيضا أكد وزير الخارجية السعودي يؤكد أن الإرادة السياسية لقادة دول الخليج هي الضمانة الكبرى لتنفيذ اتفاق العلا. الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي أيضا أكد على حرصه على عودة العراق إلى الحاضنة العربية. أيضا القمة أكدت على الأهداف السامية لمجلس التعاون الخليجي بالتكاتف في جميع المجالات. أيضا القمة يعني ركزت على عدم تدخل إيران بشؤون المنطقة وخاصة شؤون دول الخليج العربي. وقع قادة مجلس التعاون الخليجي على بيان القمة 41، وأكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ضرورة تعزيز التكامل بين دول مجلس التعاون الخليجي، وأيضا ثمن جهود رأب الصدع بقيادة دولة الكويت. بن سلمان أيضا قال إن هناك تحديات عديدة لمواجهة السلوك الإيراني التخريبي في المنطقة، وأضاف أن برنامج إيران النووي يهدد السلم والأمن الإقليمي والدولي. أيضا بدوره أشاد حاكم إمارة دبي محمد بن راشد آل مكتوم بالقمة الخليجية 41 التي أقيمت في مدينة العلا السعودية، ووصفها أيضا بأنها إيجابية وموحدة للصف الخليجي، وقال إن قمة العلا هي التي ترسخ الأخوة وموحدة للصف برعاية العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان الذي ترأس الجلسة الأولى في هذه القمة. محمد بن راشد أيضا تابع وقال إن المتغيرات والتحديات المحيطة بدول الخليج تتطلب قوة وتماسكا وتعاونا حقيقيا وعمقا عربيا مستقرا. أيضا الأهم في هذا الموضوع أن مصر وقعت من خلال وزير الخارجية سامح شكري على بيان المصالحة العربية في أثناء مشاركته في القمة الخليجية 41 في المملكة العربية السعودية. وأيضا قالت وزارة الخارجية السعودية إن شكري غادر المملكة بعد المشاركة في القمة والتوقيع على بيان العلا. لتسليط الضوء على قمة مجلس التعاون الخليجي، ينضم إلينا الدكتور خليل آل خليل الأكاديمي السعودي من العاصمة الرياض. دكتور خليل، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. دكتور خليل، كيف تابعتم بيان القمة؟ تابعته باهتمام كغيري من المختصين والمهتمين، وأنا على ثقة بأن الأنظار كانت متجهة في دول مجلس التعاون، بل وفي كذلك الدول العربية وأبعد من ذلك لهذه القمة في العلا، وكذلك للبيان بالتحديد لأنه في تفاصيل عديدة وكثيرة، وبالتالي كان التطلع وطول انتظار للبيان التفصيلي الذي الحقيقة أصبح واضحا. أنا في تقديري بأن هذا البيان والإعلان الذي إعلان العلا هو يعتبر انبعاث وبعث جديد لمجلس التعاون، بل تحقق الكثير مما كان يصعب أن يتحقق ربما بدون تلك المقاطعة. الآن المراجعة الحقيقة التي تمت في السنوات الماضية أو في الأشهر الماضية أو في الأيام الماضية كانت مثمرة، والتراجع كان مثمرا. إذن هنالك أسس جديدة أو تعزيز الحقيقة للأسس الماضية مع تعديلات ومع أمور أضيفت، فأنا سعيد بهذا البيان. طيب. سعيد بهذا الإعلان ومرتاح، وأعتقد أنه منهم في على أرض هذه الدول 56 مليون من المواطنين المقيمين في دول مجلس التعاون، بالإضافة إلى كذلك 90 مليون في مصر، والإضافة إلى الأمة العربية. في تقديري بأن المنصف سيجد في هذا البيان ما يتطلع إليه، ونحن رأينا ما كنا نتطلع إليه، كنا على ثقة بأن قطر تعود وبأن المقاطعة ستنتهي. لم يكن بالنسبة لي لم يكن لدي شك ولا للحظة واحد
بأن ما حدث سوف ينتهي. والعود أحمد، نرحب بدولة قطر، نحيي هذه الروح، نحيي هذه كذلك، ونشجع ونؤيد هذه القرارات وهذه التوجهات. دكتور خليل، لا شك أن الشعوب العربية كلها مرتاحة لمسألة عودة قطر إلى الحاضنة الخليجية، لكن هنا هل سيتم المصالحة بين قطر والدول الأربع؟ وأقصد هنا بالتحديد، هل ستكون هناك مصالحة بين قطر ومصر؟ هل تعتقد ذلك؟ سيكون هناك صعوبات، وربما الوقت يطول، لأن الموضوع بين مصر وبين قطر لم يكن جديدا، كان موجود في عهد الرئيس مبارك، فكيف بعد الرئيس السيسي؟ بالتالي يعني هنالك بالتأكيد سيكون هنالك بعض الوقت، سيكون هناك بعض الخطوات، ولكن ما ذكر صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي بأن هذا يعني القرارات والتوجهات والإعلان والاتفاق سوف ينعكس، قال، على كافة الدول، بمعنى أن هنالك انفراجات بالتأكيد، وهذه القيادات التي اجتمعت لم تجتمع من أجل أن تمضي وقتا، وإنما اجتمعت من أجل أن تحل أزمات ومن أجل أن تعيد النظر. وأنا أؤكد على أمرين، أؤكد على قضية أهمية المراجعة في كل قضية حدثت في 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 مجلس التعاون، ومن كل من كافة الدول، وكذلك التراجع. يعني لا يمكن أنه يكون هنالك تفاهم ويكون هناك تعاون بدون مراجعة وتراجع. بالتالي أرى أن هذه الروح التي اتسمت بها قمة العلا بأنها روح إيجابية، بأنها فيها مصداقية، بأن فيها إرادة سياسية، وفي شعور بالحاجة في الحقيقة. أنا أقول ذلك على مسؤولية، هناك شعور بالحاجة لإزالة العقبات التي كانت موجودة وعدم الالتفات للبواعث لتلك المقاطعة. يعني هذا أمر لاحظته، وقال يعني واضح من ما قال سمو الأمير فيصل بن فرحة وزير الخارجية السعودي، قال هي قمة المصالحة والمصارحة وطي صفحة الماضي بالكامل. يعني هذا كلام مسؤول، وهذا تحت قيادة سلمان بن عبد العزيز الذي يعي ما يقول، وهو يعني ما يقول ويقول ما يعني، بالذات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد، يعني هم يعرفون معنى اللغة العربية ويعرفون هذه جزيرة أصل العرب، وبالتالي الكلمة لما قيلت تعنى، وأيضا الأصول العربية، الأخلاق الحقيقة العربية تأبى إلا أن يعني الإنسان ما يقول وأن يكون صادقا. أنا أعتقد أنه في شيء جميل لاحظته منذ البداية، وقد تابعت دقيقة بدقيقة، أن هنالك روح عالية، هنالك مصداقية، هنالك رغبة لهذه العودة، هناك رغبة للمراجعة وللتراجع من طيب دكتور. الكل بدون استثناء. دكتور، قبل أن أغادر هذه النقطة وأنتقل إلى يعني بالنسبة لإيران التي تتدخل بشؤون المنطقة وخاصة شؤون الخليج العربي، أريد العودة إلى مصر. هل كانت مصر يعني عنصرا فاعلا في هذه المصالحة؟ البعض يشكك في ذلك، والدليل في ذلك يعني هو عدم حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي لهذه القمة. ما هو ردكم على ذلك؟ أنا إجابتي في الحقيقة الشخصية وعبر عود نظري، أنه من البداية أولا مصر ليست دولة خليجية، ثانيا هو دخولها في الموضوع يعني دخول استثنائي، الأساس أنها لا تكون في هذا الموضوع، أن تبقى القضية قضية خليجية، قطرية خليجية، خليجية قطرية، لكنها كانت من ضمن دول المقاطعة دكتور. نعم، هي كانت من دول المقاطعة، لذلك حضور معالي وزير الخارجية كان لهذا السبب، لكن وقد وقع هو كذلك على الاتفاقية ووقع على الإعلان وسوف يلتزم بهذا الموضوع، لكن هنالك بند ورد في الإعلان وهو أن سيكون هنالك تفاهمات ثنائية. يعني هذه كلمة مهمة جدا أدرجت في البيان وفي الإعلان. إذن هنالك قضايا عالقة باقية، أعتقد ربما تكون مع مصر وربما تكون مع الإمارات، فبالتالي هذه القضايا العالقة التي تبقت لم يرى، ربما تفسيري الشخصي، لم يرى القادة أن يمضوا وقتا فيها ويتركوها للمستقبل وتصبح قضايا ثنائية. لا ننسى أن هذه القمة استثنائية بكل معنى الكلمة، يعني أولا استثنائية بأنهم أمام بعض، مع بعض في مكان واحد تحت قبة واحدة، بينما اللقاءات حتى دول العشرين كانت من بعد، فبالتالي
هذه الرغبة، هذه الروح التي ضحى القادة بوقتهم وضحوا كذلك بمخاطر وأتوا تحت قبة واحدة، بأن هنالك رغبة صادقة للالتقاء على كلمة سواء. ومصر في بعض القضايا مع دولة قطر هنالك ابتعاد، هنالك خلاف في توجهات السياسية بالذات، وأقول وأعود بأنها لم تكن في الحقيقة جديدة، هي كانت منذ 20 عام. الشيء الآخر وهو مهم أيضا، مصر حتى في المقاطعة كانت في بعض القضايا أخف من بعض الدول، يعني القطريين موجودون في كانوا في مصر. لا. فهنالك مساحات هنا وهناك، وهذا هو فن السياسة. كلمة أحب أيضا أقولها، أنه بالنسبة لي وبالنسبة للمتخصصين، أنا زملائي في المنتدى الخبرة السعودي، وهو منتدى جديد تأسس من حوالي 36 من المتخصصين المعلقين على الأخبار، وأخذ كذلك الإجراء الرسمي، نحن يعني نرى بتفاؤل كبير بأن هذه خطوة كبيرة، نتطلع للمستقبل أكثر. نحن نتطلع إلى أننا نترك الماضي وننتقل للمستقبل، وأن لا يكون هنالك يعني جروح أو نعود إلى الجراحات الماضية والكلمات الماضية. هذه كانت حرب كلامية وحرب إعلامية، ومع الأسف دخلت فيها بعض المنابر التي في وسائل الإعلام الجديدة، وتلك المنابر أساءت كثيرا أكثر مما أفادتنا. ولذلك ننظر للمستقبل. فيما يخص إيران، إيران ليست قضية خليجية أو سعودية مثلا إيرانية، أو قضية الكويت مع إيران أو الإمارات مع إيران، لا، هذه قضية دولية، قضية الحقيقة هرمز، وقضية أمن البحر الأحمر. أمن البحر الأحمر 8 دول. طيب دكتور، دول على شاطئ، أي كل دولة تتحمل. صحيح مصر لديها 800 كيلو، المملكة العربية السعودية حوالي الشواطئ حوالي 1000 كيلو، في 150 جزيرة للمملكة العربية السعودية، جزر لمصر، لكن هناك 8 دول، يعني 8 دول. طيب من دكتور، الجهات الغربية ومن الجهات الشرقية، فعلى المجتمع الدولي أن يتحمل المسؤولية لإيقاف ولتصدي لإيران ولتصدي للألغام البحرية والقنابل وكذلك الطائرات المسيرة وغيرها. دكتور، بالنسبة إلى إيران، كما هو معلوم للجميع أنها تتدخل بشؤون المنطقة، خاصة دول الخليج العربي، تدخلها في مثلا اليمن، تدخلها في العراق، وأيضا تشكل يعني عنصر مهدد لدول الخليج العربي. كيف سيكون مواجهتها دكتور خليل؟ المواجهة يجب أن تكون أولا سيد كريم بتوحيد الكلمة. نعم. توحيد المواقف من قبل دول الخليج ومعها كذلك مصر والدول العربية. لا. ثم العمل الدبلوماسي الضاغط على إيران. لا تستطيع إيران مواجهة العالم أبدا، وإنما هي تبحث وترفع شعارات هنا وهناك. قضية ثالثة وهي ومهمة جدا، تعرية إيران من شعاراتها الجذابة، يعني شعارات الوحدة الإسلامية غير صحيح، هي تفرقت الحقيقة. كل دولة توجد فيها أو تزرع فيها خلاياها هي تقسم المجتمع، قسمتهم في لبنان، قسمتهم في العراق، قسمتهم في سوريا، تقسمهم حاليا أيضا بالسلاح في اليمن، وحاولت في السعودية أن تزرع لها خلايا. المهم أنه التعرية الإعلامية هي قضية مهمة. القضية الرابعة في تقدير ما جيران، الصمود والقوة، يعني بمعنى أن يكون هنالك قوة عسكرية ضاربة تؤدب إيران في كل ما تقوم به وإن خسرنا الكثير. أنا لست من دعاة الحرب، ولكن في اعتقادي أن إيران فهمت خطأ أن دول مجلس التعاون أو أن المملكة السعودية أو هذه طيب الدولة دكتور، وتلك لن تحارب. أنا نعم. في اعتقادي ينبغي أن نستفيد من قدراتنا العسكرية والأمنية. ثم قضية أخيرة، دعم الحقيقة الداخل الإيراني للمواجهة، يعني هنالك المعارضة السياسية التي في فرنسا وفي أمريكا وفي داخل إيران، هناك شعوب، يعني كم يمثل الشعب، كم يمثل من يؤيدون ثورة خامنئي، وكم يمثل من يؤيدون داخل إيران، هنالك شعوب داخل إيران ترفض الحكم الخامنئي، وحالياً هناك فرصة مواتية. اسمح لي بس في دقيقة، وهي أن تفضل. علي خامنئي مريض وقاسم سليماني انتهى، وهناك انقسامات داخل الآن إيران، وهذه الانقسامات ينبغي أن توسع
وينبغي أن تغذى وينبغي أن تستقطب القيادات الإيرانية العاقلة. لا نتدخل في قضية شيعة وسنة وما إلى ذلك، لا. نعم، المذهب نعم الشيعي موجود منذ منذ الخمسين سنة الأولى من بداية الإسلام. المهم حماية المكتسبات العربية والقومية والخليجية والإسلامية والوقوف ضد إيران صفا واحد. الدكتور خليل الخليل الأكاديمي السعودي من الرياض، شكرا جزيلا لانضمامك إلينا في هذه التغطية. ونستقبل الأستاذ محمد الزلفة، محلل سياسي من مدينة أبها السعودية. أستاذ محمد مرحبا بكم. أهلا وسهلا، مرحبا بك أستاذ محمد. هل كانت هناك شروط أو اتفاقيات معينة للمصالحة بين دولة قطر والدول الخليجية؟ كما أشار وزير الخارجية السعودي وأيضا الأمين العام لمجلس التعاون في المؤتمر الصحفي، أن ما تم الوصول إليه في بيان العلا هو نتيجة جهود كبيرة جدا بذلت خلال الفترة السابقة، ربما يتم الإفصاح عنها فيما بعد. كما أيضا أشاروا إلى أن الكثير منها كان يحاط بسرية تامة، ولكن أعتقد أن ما توصلوا إليه هو فعلا نتيجة لجهود كبيرة الأطراف المعنية، وأعتقد قطر يعني طال بها أمد المقاطعة وجربت مع إيران ومع تركيا ومع كل من استطاعت أن تستعين به، ولكنه بالأخير لم يخرجها من مأزقها، وما كان أمامها إلا أن تعود مرة أخرى إلى حضنها الخليجي وبالتالي إلى حضنها العربي، لأنها أسهمت في كثير من المشاكل التي شهدتها كثير من البلدان العربية، سواء في العراق، في سوريا، في ليبيا، الآن في اليمن. وهذا أعتقد أنه يجعل القيادة القطرية في حرج أنها تتعاون مع أعداء الأمة العربية سواء إيران أو تركيا ضد أبناء جلدتهم. طيب دكتور، دكتور دعني أستثمر وجودك معنا. يعني بيان القمة أكد على إعادة الأمور إلى مسارها الصحيح بين دولة قطر والدول الخليجية، ما الذي نفهمه من ذلك؟ أي نعم، عودة قطر كما هو واضح، يعني كيف ارتمت قطر بكل ثقلها على أعداء الأمة العربية إيران وتركيا وتشجيع أدروعها في المنطقة. أعتقد أن هذا ما يعني أن العودة، أن تعود قطر إلى وضعها الطبيعي، إلى وضعها الطبيعي، عضو في مجلس التعاون، عضو في جامعة الدول العربية، عضو فاعل، يجب أن يكون عضو فاعلا إيجابيا في القضايا العربية. وهذا ما أعتقد أنه يقصدون به، أنه تعود قطر إلى وضعها الطبيعي أو إلى موقعها الطبيعي ضمن نعم أستاذ محمد عائلة الخليجية وأمتها العربية. نعم أستاذ محمد، أنا أشكرك شكرا جزيلا. محمد آل زلفة محلل سياسي من مدينة أبها السعودية. مشاهدينا الكرام، كنا وإياكم في البيان الختامي لقمة مجلس التعاون الخليجي 41. سنلتقيكم بعد قليل بإذن الله.